التحدي قوي دافع عن رأيك والكل سامع، قلنا الأضرار وطبعا قلنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل قلنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي، ايه تحدي. تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ولقاء يجمعنا يوميا في التحدي. كما تعودنا فيه مشاهدينا الكرام نناقش ونحلل ونقترب أكثر من أهم وأجرى القضايا المطروحة على الساحة المصرية. الحقيقة كما وعدنا حضراتكم من فترة أن احنا نتكلم على الأهم المستجدات، والفترة اللي فاتت يمكن الأسبوع قبل الماضي كان في بعض الكلام مازال عن قانون الإيجارات القديم والجديد. والحقيقة لما بنتكلم عن الموضوعين، قانون الإيجار القديم طبعا ده مش عاجب أصحاب الملاك العقارات اللي هم بالفعل أصحاب ملاك، ويمكن إيجارات بتوصل من 5 جنيه 10 جنيه 18 جنيه وكثر أو قل في أماكن محترمة جدا. يعني على سبيل المثال حد بيكلمني من مثلا أصحاب ملاك عقارات مصر الجديدة والزمالك، هنا وهنا مثالين، تخيلوا إيجار الشقة في مصر الجديدة في منطقة محترمة جدا متفرع من شارع الحجاز 18 جنيه، لأنه طبعا حضرتهم أجرها من قبل الستينات أو ما بعد الخمسينات. طيب في الزمالك نفس القصة، فهنا أصحاب العقارات وأصحاب الأملاك، وطبعا في محافظات شتى، أنا مش بتكلم عن ضربت مثالين في أرقى الأماكن في مصر، في محافظات شتى أصحاب عقارات بيقولوا إحنا يا جماعة بيوتنا الشقق يعني مستأجرة ومأجرينها ومش بناخد منها حاجة. في المقابل كثير من الشباب بيقولوا لا، الناس دي الحقيقة بتدور على مصلحتها بس، احنا نروح فين كشباب؟ انا النهاردة لما اخد شقة ايجار جديد ويبقى انا كده عرضة وفريسة لاصحاب العقارات، النهاردة الايجار تعدى 1000 جنيه في بعض المناطق و1000 ونص و2000 جنيه و3000 جنيه واكتر واقل حسب المنطقة، طبعا احنا هنروح فين؟ انا شاب النهاردة لما اكون متخرج باخد 500-600 جنيه او 1000 جنيه ادفع منهم كم ايجار؟ الحقيقة بين هذا وذاك هنتحدث عن هذه الحلقة، وفي انتظار أسئلتكم واقتراحاتكم في هذه الحلقة على الهواء مباشرة، والتي يشرفنا فيها بالحضور السيد المحترم الأستاذ راضي داود إسماعيل المحامي بالنقد والدستورية والإدارية العليا. أهلا وسهلا أستاذ، منورنا. ومعنا من الجانب الآخر الأستاذ محمد سالم خبير عقارات، أهلا وسهلا أو وسيط عقارات، أهلا بك أستاذ محمد، منورنا. طيب أنا هبدأ طبعا بالحقيقة يمكن بعض الأرقام اللي معايا، ومنها على سبيل المثال هنا في خبر بيقول وكان في نشر في اليوم السابع، نائب رئيس جمعية مضاري الإيجار القديم، عاملين جمعية اسموها احنا متضررين من الإيجار القديم، بيقول تحديدا 5 ملايين وحدة سكنية بمصر إيجار قديم، طبعا رقم كبير 5 ملايين وحدة، ويؤكد تعديل القانون يتطلب إرادة سياسية، وتقدم بمقترح ينص على إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين. يعني الناس مش باصه لنفسها بس كاصحاب ملاك، لا ده بيقولوا كمان ان احنا قدمنا مقترح بانشاء صندوق لدعم المستاجرين غير القادرين. تعليق الاستاذ راضي على هذا الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. بدايه احنا عايزين نتكلم في مساله انشاء صندوق لدعم المستاجر، ده شيء جميل وده شيء ممتاز وتدعمه الدوله، ولكن لا يكون على حساب المؤجرين. المؤجر ده زائ العذاب من سنوات. تمام. من سنه المؤجرين هم اصحاب الاملاك، اصحاب املاك دول من بدايه من ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. تمام. وبدات تتوالى القوانين مرارا وتكرارا ضد مصلحه المؤجر. تمام. فحتى ان تم انشاء القانون بعد كده بقى اللجان هي اللي تحدد القيمه الايجاريه، مجرد انه يحرر يعني الإيجار. نقدر نقول استاذ راضي القوانين دي ايجار قديم وجديد بدات من رئيس عبد الناصر. بدات من هذه الفترات. تمام. فكان بدايه الفكره كمجتمع ان الناس اصحاب الاطيان واصحاب الفدادين واصحاب العقارات دول ناس اقوياء ومستريحين وخلافه، والمستاجرين دول الناس اللي هم الفلاحين والكادحين والعمال وخلافه. فبدات الفكره بعد الثوره، تمام، خاصة بعد الثورة، على ان ده الطرف الضعيف. نعم. على ان ده الطرف الضعيف. تمام. ويجب على الدولة ان تقف بجوار هؤلاء العمال والفلاحين. مظبوط. وترتب على ذلك ان بدأت القوانين
تقف مع المستاجر بدايه من القيمه الايجاريه. لا يجوز للمؤجر اذا وجدت معه اكثر من شقه انه يقفل الشقه، لازم تاجرها. طب انا عايز اشيلها لابني. لا ما تشيلهاش لابنك، انت تستنى تشيل لابنك وفي واحد قاعد في الشارع ازاي؟ ده انت لازم تاجرها. طب اجرتها شهرين ثلاثه اربعه سنه اتنين عشر سنين، هذه المده لا يعتد بها، لا وكانها مش موجوده. بمعنى لو ذكرت شهر او شهرين او سنه او 20 سنه او 100 سنه احنا بنعتبرها مشاهره. يعني ايه يعني شهر؟ والشهر يمتد الى الابد. لا مشاهرة بشهر ده بعد كده، لكن مشاهره اي تمتد الى الابد. تمام؟ الى ابد الابدين. ما هو كلمه مشاهره في القانون يعني ايه؟ يعني شهر بشهر ده المفروض، ده اللغه العربيه. لكن المشاهره قانونا المشاهره نعم المشاهره في العقود القديمه مشاهره معناها ايه؟ معناها ان كده ولو لان القانون قال ولو كان شهرا فسميت مشاهره، فاصبح العقد المشاهره عقد يمتد الى الابد. وبالمناسبه صحح لي اذا كنت مخطئ انس الرادي، في احدى الحلقات يا جماعه كنا بنتكلم واتصل بينا احد المتصلين وقال يا جماعه انا كتبت عقد ولكن انا ضللت فيه وخدعت فيه وفرحت ان انا كتبته، والعقد ده كان في 2000 وشويه يعني بعد 96. نعم كتب كده صاحب الملك فيه مشاهره. لا لا ده فاروح فين؟ لا ده طبعا قلنا له ده الله يرحمه. طيب الله يرحمه. لا خلي بالك شهر بشهر ده معناها بعد قانون 96 معناها يحق لصاحب الملك ان يطردك فورا بانذار شهر. الوليه يا استاذ راضي نعم هي طبعا هو كان مشاهره قبل القانون 4 لسنه 1996. أيوة. كان يعني ان العقد يمتد امتدادا من تلقاء نفسه. جميل. اما بعد القانون 4 فالقانون وضع ضوابط تختلف عن الضوابط القديمه، وهي توضيح يجوز للمؤجر الاتفاق على مده. أيوة. ويجب ان ترتضي هذه المده. طبعا. بما لا يتجاوز 57 عاما. خلي بال سعادتكم. نعم. يعني الفاصل هنا سنه 96 حضرتك اجرت وعقدك مشاهره قبل 96 مفيش مشكله ابدا، يعني كده وامتد. نعم. العقد. نعم. لكن تعمل سعادتك مشاهره تكتب كده عقد مشاهره بعد 96. نعم. حضرتك معناه صريح. نعم. ان هذا العقد شهر قانونا ان هذا العقد شهر بشهر ويجوز لصاحب الملك ان يطرد سعادتك. وانا مش محامي انا بستفيد طبعا. نعم. من وجود الاستاذ راضي. نعم. والكلام ده ناقشناه. نعم. قبل كده الكلام ده مظبوط طبعا قولا واحدا. خلي بالكم الكلام ده لان في ناس بتقع في هذا الفخ. استاذ. نعم. محمد طبعا كاحد الشباب معانا قبل ما يكون طبعا وسيط عقاري بيقول وجهه نظر اخرى. حضرتك مع قانون الايجار القديم ولا الجديد وليه؟ لا طبعا مع القديم. مع القديم طبعا. مع القديم. تمام. ليه يا استاذ محمد؟ ليه انا بكلم حضرتك ان القانون القديم كان يعني تراوح بين 10 جنيه 15 جنيه 18 جنيه. تمام. يعني انت عاوز يا استاذ محمد دلوقتي ب 10 جنيه 15 جنيه و 20 جنيه؟ لا مش عاوز ب 15 جنيه ان احنا في زمن يعني مختلف عن. تمام. عن قديم. جميل. عن قبل الايجارات ما تزيد وتغلى والاقتصاد ما يسمحش ان انا ادفع مثلا 1000 جنيه 1500 1600 2000 3. تمام. والمعيشه ما تسمحش ان انا ادفع اكتر من كده، فانا عاوزين يعني نطالب ونطالب الاساتذه المسؤولين يعني يقفوا معانا بموضوع الايجارات، يحاولوا ينزلوا منها. مع الايجار مثلا الايجار القديم ليه يا استاذ محمد؟ طبعا يعني 18 20 جنيه دي في متناول الجميع، يقدر يدفعها ويقدر يامن مستقبلي واقعد واتجوز واقدر. طيب خلي بالك النهارده صاحب الملك هيقول لحضرتك لا انت كشاب براحتك، انا ما انا ايه ذنبي انا ان انا احنا بنطالب ال 500 جنيه و 600 جنيه ماشي، احنا بنطالب القديم اقعد 60 سنه وصح. حضرتك احنا بنطالب الدوله بنطالب القانون او اعمل لنا قانون حمايه المستاجرين. طبعًا. مش المؤجرين، حمايه المستاجرين. ما فيش مستاجر خلاص، المؤجرين الله يرحمهم. ما هو مؤجر اصلا هو بيطالب وهذا حقه، بيطالب بحمايه المستاجر. حمايه يا معالي الباشا انا الدوله هذا المستاجر. هذا المستاجر الذي كان يوما طرفا اصبح اليوم اسدا قدام المؤجرين، الذي كان شخصا طبيعيا فاصبح الان قزما او مش موجود اصلا. الاسد المستاجر والمؤجر. المستاجر لا في مؤجر اصلا، المؤجر مش شرف، المؤجر بقى خلاص الله يرحمه. نقرا الفاتحه. متفق على الكلام ده يا استاذ محمد؟ لا انا طبعا مش متفق. يعني استاذ راضي بيقول لحضرتك انتم المستاجرين اصبحتم الان اصبح يعني القوه الطاغيه. القوه هم اصحاب الملك يعني. المؤجر ده موجود حاجه على الهامش الدبانه معديه كده في الطريق ولا وجود له. يا معالي الباشا تخيل، بلاش هناخدها بنهدى كده شويه. اتفضل. وناخد الامور ببساطه شديده وهي لما يكون حضرتك عندك شقتك مثلا على النيل، تمام، السعر السوق الطبيعي بتاعها 4 5000 جنيه 10000 جنيه شهريا 20000 جنيه شهريا. ايجار شهري حضرتك ايجارك 10 جنيه و15 جنيه وده موجود فعلا. طبعا ده حقيقه. هل فين الطرف هنا؟ بانهي طرف اللي بنتكلم عنه غير دلوقتي؟ لسه بنقول نقوي هذا الطرف ونديله 24% ولا 20% من القيمه. انهي القيمه دي؟ المشكله كلها ان احنا كان في وقت من الاوقات تم تحديد القيمه الايجاريه طبقا لسعر السوق. بس بيقولوا 10 جنيه 10 جنيه في الستينات او السبعينات كانت تجيب بما يوازي مثلا، ونفترض مثلا هنوازنها باي حاجه بالذهب او باي اطعمه ولكن اللحمه مثلا. تجيب مثلا 20 كيلو لحمه.
بدأت الأسعار في ارتفاع وبيتم الزيادات المستمرة وبيتم زيادة الأسعار وبيتم التضخم والقيمة الشرائية للجنيه بتنزل، فأصبحت ارتفاع هذه مع ثبات القيمة الإيجارية. دلوقتي القيمة الإيجارية ما تجيبش ربع كيلو لحمة، تمام؟ تخيل أنا إيجاري في يوم من الأيام وهي نفس الشقة ونفس المؤجر ونفس المستأجر، يعني أنا بأجر لك اللاب بتاعي ده النهاردة مثلا بما يوازي 20 كيلو لحمه في شهريا، واجب في يوم من الايام يبقى هو نفس اللاب ونفس الشخص ونفس المؤجر واتفاجئ انه مش جايب 8 كيلو لحمه. تمام. طيب هل ده هو المنطق؟ هنا أزرادي بعض الناس المراسلين معانا او متابعين معانا في رسائل على الفيسبوك، واحد الحقيقه بيبعت رساله الاستاذ علي رشاد تحديدا بيقول انا النهارده بيقولوا وجهه نظر اصحاب الملاك تحديدا او الايجارات اصحاب البيوت خدوا حقهم يا جماعة من فترة كبيرة، حقهم تالت ومتالت يعني بيقول كده. لا طبعا. فيعني اشكرهم خالص عليه، هو بيقول ان هم خدوا حقهم خد زمان إيه؟ وبالتالي لما كنت مثلا خد حقنا حسنات 1000 جنيه مقدم استاذ رهيب استاذ دقيق 1000 جنيه مقدم ايجار وكنت بدفع 10 جنيه فهو خد حقه بعد 15 سنة يعني كقيمة شقة بعد كده هو مكسب ليه ولا يا استاذ محمد؟ صح طبعا. لا مش صح، هو خد قيمة الشقة في الايجارات. تمام. يعني خد قيمة الشقة في الايجارات وبناء عليه بيطالب، يعني خرج مستأجر ودخل مستأجر جديد برفع قيمة الايجار. يعني شايف ان هو عاوز يكسب مره واثنين وثلاثه و10 يعني اتمنى المؤجر مش كفايه اللي كسبه زمان. لا ده 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 مش ده مش طيب. مش هيغنيه بنقول بمعنى كده مش هيغنيه، هو يتمنى ايجارها كل يوم، تمنى صاحب العقار او صاحب الملك يتمنى كل يوم ايجار. طب ايه اللي بنعمله كل يوم؟ ما فيش قانون بيراقبه برضه ولا ايه؟ ما فيش قانون بيراقبه. ما فيش حد بيراقب المستاجرين او قانون بيحمي المستاجر المؤجر من طمع او اصحاب الاملاك او اصحاب العقارات. نفسي اجر كل يوم، النهارده باجر ب1000 بكره عايز اجر ب1100 على اخر السنه اجر ب20000. طب هو كلامه كده برضو يا باشا، هو صحيح الموضوع لكل من سولت نهو نفسه، ما اي حد هيبقى الموضوع يعني طبعا. اولا نرجع. من يحمي ذلك؟ نعم. اولا انا عايز اقول اتكلم كالاتي. مساله الايجار اولا هي منفعه كاي منفعه. طبعًا. زي ايجار العربيات. أيوة. زي ايجار اي منفعه اخرى. يعني حضرتك انا باجر عربيه 28 مثلا موديل 60ات مثلا او موديل 70ات كانت بتاجر في وقتها، دلوقتي ايه المشكله؟ ما يتدخلش المشرع اصلا في مساله تحضير القيمه الايجاريه زي ما حصل في الكهرباء 4، دي فتره ربنا دي فتره الناس عليها عرض وطلب سوق. لا يتدخل لا يتدخل المشرع، لا يتدخل في ايه؟ يحط ضوابط العامه اللي هي البابليك برنسيبلز بشكل عام بالمجتمع. ولكن ما يجيش يدخل ويقول ان القيمه الايجاريه تثبت، القيمه الايجاريه لا يجوز زيادتها، يعني يضع مبادئ عامه. نعم. لكن المنافع لا تورث، المنافع تورث اذا كان هناك اتفاق صريح ومحدد ان انا باجر لك العقد الشقه دي لمده 20 سنه فتورث المنفعه في خلال 20 سنه لان انا ارادتي كصاحب الشقه كنت مديها 20 سنه. لكن فيما فوق ال 20 سنه يستلزم إرادة المالك نفسه مش الدولة. الدولة بصفتها إيه؟ الدولة عايزة تجامل من جيبها شخصي، تمشي صندوق تجامل من جيبها، تعمل صندوق وتحط في ميزانية عامة، وإحنا كملاك مثلا بندفع مبالغ معينة برضو في إطار ميزانية عامة، ولكن تيجي الدولة تطلع قوانين ظالمة جائرة وإحنا ما أكثر موقفنا مع الدولة في كثير من الأحيان. والدولة طبعا أنا أتحدث عن الدولة في العصر الستينات والسبعينات. تمام. طيب. انا اتحدث عن دوله في عصر، اما في عهد الرئيس انا صعب الكلام ده يعني استاذ راضي، يعني من كلامه انا تفهمت كويس جدا ان هو يقصد ان العلاقه تبقى بين الملك والمستاجر والدوله لك سعر السوق. لا هو الموضوع عرض وطلب يعني. لا 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 لابد من الدوله تتدخل في هذا الامر. تمام. لحمايه المستاجر. دخل من جانب المستاجر. تمام. يعني انت كشاب النهارده يا استاذ محمد تحميني من ملكي، شايف اسعار الشقق في المنطقه اللي حضرتك فيها؟ حضرتك من سكان اي منطقه؟ 6 اكتوبر. تروحت من كام لكام تقريبا؟ ايجار جديد حاليا 63 متر. يعني اوضتين غرفتين وصاله وحمام ومطبخ حاجات يعني 63 متر. مش هتشيل حتى اسره. كام ايجارها؟ بتتراوح بين 850 800 جنيه. اوضتين وصاله؟ اوضتين وصاله. لا اوضتين وصاله. كلام مبالغ فيه ولا انا اسمع؟ لا مبالغ فيه جدا. لا مبالغ فيه جدا. لا انت مبالغ في كلامك قصده. لا 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 انا مبالغ في كلامه. هو صادق، هو صادق في كلامه فعلا. 850 و700 لو مثلا في اوضتين وصاله. اوضتين وصاله حضرتك مش اسره. يعني انا يوم ما اتجوز واخلف ولد واثنين او ولد ما ينفعش يعيش معايا. يعني لو شاب النهارده مهندس استاذ محمد رد مثلا لسه متخرج ويعني بياخد راتب طبيب هنقول مهندس او بياخد 1000 جنيه مثلا او 1000 ونص. نعم.
ينفع يعيش في الايجار الجديد؟ طبعا ما ينفعش. على فكره انا اتفق قولا واحدا، على فكره انا اتفق معاك. اذا ما فيش خلاف. لا هي في نقطه بس اللي مش بختلف فيها، لكن باقي كله بختلف معاك، وهو ان فعلا لو طبقت الايجار وطبقت المصاريف الحياه وطبقت التعليم والصحه وخلافه مع المرتبات مع كذا مع ظروف المجتمع الاقتصاديه مع الوضع الاقتصادي بشكل عام، اكيد صعب جدا ان حد يدفع ايجاره. لكن انا بتساءل طب الحل ده ايه؟ يعني حل الحل انا اقول لحضرتك الشباب يعملوا ايه؟ الحل ايه؟ اولا ما ينفعش مبدئيا نتكلم، قبل ما نتكلم في الحل نتكلم في نقطه، ما ينفعش الاطباء ظروفهم تعبانه فنيجي ناخد فلوس من المهندسين نقول يا المهندسين لو سمحتوا على الاطباء. اشمعنى المهندسين؟ حضرتك عاوز تقف مع المستشارين بعد اذن معالي. انا بديك مثلا، احنا عندنا شرايح كده جدا من الشباب وهم بيتابعونا دلوقتي الان كتير جدا من الشباب لا يستطيعوا ان هم يدفعوا هذه القيمه الايجاريه. لا يستطيعوا. نحلها ازاي؟ مبدئيا ما يكونش نحل تحت اي حل، بس ما تكونش البدايه ان المؤجر هو كبش الفداء، صاحب العين هو كبش الفداء وهو الضحيه اللي هتحمل الظروف الاقتصاديه. يعني هو المؤجر او صاحب الملك يكسب مكاسب مبالغ فيها. مين قال بيكسب مكاسب؟ دي مبالغ اقل. لا انا اقول لسيادتك اقل ليه؟ لانك انت لو شفت ثمن اي وحده سكنيه بشكل عام، اي واحده سكنيه، الاستثمار العقاري استثمار سيء. استثمار عقاري لو حضرتك شفت اي قطعه في ارض معينه وعملت عليها احصائيه بتنشئها وتشطبها بكام وتبدا تاجر بكام، هتلاقي انك انت لو ما قمتش بالمشروع التجاري ده تمام طيب. احسن لك واوفر لك. طيب. انا بالمناسبه لست ضد ان حد يكسب، ربنا يبارك للناس كلها ويرزق الناس كلها، ولكن انا هنا مع الحقيقه مع الطرف الضعيف في هذه القضيه وهو الشاب المصري. الشاب المصري النهارده زي الاستاذ محمد قدامنا احد الشباب وكثيره كتير جدا، سواء كان طبيب او مهندس او معلم او اي ما يكون. راتبه كام النهارده؟ و850 جنيه ده اوضتين وصاله، يعني لازم يعمل عفش عموله ولا ايه يا استاذ محمد؟ طبعا يناسب الغرفه الدوله يعني هيروح دمياط ولا هيروح معرض ايه ولا ايه؟ لا ده هيروح يعمل عفش عموله عشان ياجر شقه ب 800 جنيه و850 جنيه من راتب 1000 جنيه. ده ايه خد 1000 جنيه؟ ما تاخدش الشقه، ما تاخدهاش يا سيدي، اقعد في اي مكان تاني. لا بس كلمه سهله جدا انت طبعا، كلمه سهله جدا سعادتك بتقولها، ما ياخدش الشقه طب يقعد فين يا فندم؟ فين؟ يعني قيمه الادامي في هو المؤجر ده ولا اتجوزك وخلفك؟ يعني انا بسال سعادتك، هو المؤجر ده والد ام المستاجر؟ يعني المؤجر ده ابو المستاجر؟ راجل مستشار قانوني. ان قيمه البني ادم المصري اقل من اوضتين وصاله يقعد فيهم؟ باشا انا بتكلم في مشكله اجتماعيه، مش بتكلم في علاج نفسي. انا مع المستاجر لكن مش مع مين يدفع يا سعاده الباشا. انا عايز اتساءل بقى، الحكومه هي يجب من يجب ان تقف بجوار المستاجر ودعمه بقوه، تنزل تساعده وتديله دعم، تديله دعم كما تشاء. طيب احنا عندنا هنا بالمناسبه حاول ساعتك التعديل على قانونين، ده في اجتماع تم مع المهندس شريف اسماعيل. تمام. اولا تعديل على قانون مخالفات المباني، وده مهم جدا. التعديلين كانوا مع بعض، والنص بعد التعديل لا يتصالح مع المباني المخالفه، وده اللي اتكلمنا فيه في حلقه منذ الاسبوع الماضي. يعني تم اقامتها على املاك الدوله او اراضي زراعيه او اراضي الاثار. نعم. وبقول الكلام ده لان تم احاله احد رؤساء الاحياء اللي كان معانا على الهاتف، مش عاوز اقول اسمه، الى النيابه العامه، ويمكن انا مشاهد الخبر ده النهارده الحقيقه، وفوجئت بعدد رد فعل كبير جدا. تم احالته للنيابه العامه. حضراتكم لو فاكرين الاتصال الهاتفي اللي تم مع احد رؤساء الاحياء، وقال تحديدا كده ما نصه ان احنا عملنا اللي علينا. اعمل ايه؟ اذا بالمحترم الدكتور جلال سعيد محافظ القاهره بعد الحلقه بيومين بالظبط تم احالته للنيابه العامه لانه مسؤول مسؤوليه كامله عن ابراج المخالفه اللي اتكلمت فيها في حضراتكم الحلقه قبل الاسبوع الماضي. فاذا اعتقد ان كل مسؤول الان عليه ان يدرس ويراجع اوراقه. اما التعديل يا استاذ راضي على قانون الايجار القديم، النص بعد التعديل ده في اجتماع اخر اجتماع وزاري تم الاسبوع قبل الماضي مع المهندس شريف اسماعيل، التصور الاول للقانون رفع الايجارات القديمه الى 24 ضعف للايجارات في الفتره التي سبقت عام 53. التصور الثاني زياده الايجارات بنسبه 270% في الفتره التي سبقت 53 لمده 10 سنوات، ثم تثبيت الزياده بنسبه 55% لكل عام. تعليق استاذ راضي وهروح لاستاذ محمد. والله انا 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 ذكرت مرارا وتكرارا في مع الحكومه، وكنت واقف معاها في كثير من الاحيان، لو الحكومه عملت هذا الموضوع ده يبقى رئيس الوزراء ده يجب ان يتعمل له تمثال رسمي. تمام. تمثال ده قانون بالفعل هيمرر من خلال البرلمان، ده مجرد مقدمه هذا الاقتراح يوافق عليه. ما يوافقش معايا اولا ده هذا الامر، يبقى هو ده فعلا الحكومه بدايه من الرئيس التنفيذي رئيس الدوله الى اصغر شخص فيها، بنقول دي اقوى حكومه وافضل حكومه على الاطلاق. ليه؟ لان قدرت تواجه الرئيس مبارك في عهده عالج نقطه واحده بس في 64 وهي خاصه بالمحلات التجاريه والزياده بتاعتها، ولكن لم تستطع حكومته انها تواجه مشكله الوحدات السكنيه. ايه اللي عملوا فيها في المحلات التجاريه؟
انه بدا يقول ما قبل بدا الموضوع في القرن 49 سنه 77 قال ان انشاء من تاريخ كذا لتاريخ كذا يتم زيادته بنسبه معينه من مبنى كذا من مبنى وده كذا وتم فعلا وتم فعل المحلات التجاريه تمام. اما في الوحدات السكنيه لم يتم اي تعديل تمام. وده برده كان فيها نوع من الظلم. طب انت وده كان للصالح العام. ويبقى السؤال مشاهدينا الكرام، هل تؤيد تحديدا قانون الايجار القديم ام قانون الايجار الجديد؟ سؤال بطرحه لحضراتكم وهنناقشه ونتابع المناقشه فيه، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. ويبقى السؤال مع حضراتكم مشاهدينا الكرام ومع ضيفينا الكريمين، هل حضرتك مؤيد لقانون الايجار القديم ولا الجديد؟ برحب مره ثانيه بالمستشار راضي داوود اسماعيل. اهلا بيك استاذ المستشار، منورنا. والاستاذ محمد سالم، اهلا بيك استاذ محمد. اهلا وسهلا حضرتك استاذ محمد. انا قلت نص القانون او تصور اللي هيمرر بالفعل من خلال الحكومه على البرلمان. ها انت طيب، ناخد اتصال. استاذ محمد السلام عليكم. استاذ محمد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك استاذ ابراهيم. اهلا بيك، اتفضل. منور الحلقه كلها استاذ ابراهيم. اشكرك. كنت عايز اشارك بس في الحلقه برايي بس. اتفضل. انا دلوقتي يعني انا حضرتك بتتكلم في حوار الايجار الجديد والايجار القديم. دلوقتي هو انا لما اجر شقه ماشي من قيمه 30 سنه مثلا وادفع فيها ايجار مثلا وليكن مثلا 100 جنيه تمام، وعدى 30 سنه، هو انا كده مش المفروض ان انا كده دفعت اصلا حق الشقه؟ كلام مظبوط. ففين المتضرر بقى من الايجار القديم او عامه يعني ايه اللي يضره في حوار يعني الايجار الجديد، يعني ان هو يحول ايجار جديد؟ اللي يضره ان هو عاوز يكسب تاني النهارده، هو باصص لسعر النهارده اساسا. ما هو معلش، ما هو انا ايام ما كان الايجار القديم موجود ب 100 جنيه كنت انا متضرر برضو ان انا بدفع الثمن اللي هو يناسبني. مظبوط. محدش اجبرك يا استاذ محمد انك تدفع. يا استاذ محمد يعني تقصد استاذ محمد ان هو كسب وقتها بال 100 جنيه دي ثمن الشقه جابه وكسب فوقه كمان؟ ما هو معلش، انا هقول حاجه برضو. يعني انت مؤيد الايجار الجديد اللي وصل دلوقتي 1500 جنيه و2000 جنيه؟ طبعا مؤيد. 3000 جنيه مؤيده ازاي؟ لما يبقى ابن حضرتك مثلا طالع لسه عنده 25 سنه وعايز يتجوز، ازاي هيخش اصلا يعني يتجوز ودلوقتي اصلا الحد الادنى او الحد الاكثر للاجور 1200؟ تمام. يبقى ازاي معلش يعني هو هيتجوز ازاي بايجار ب 1500 جنيه؟ ومين يدفع ثمن حل المشكله دي؟ صح يعني الشقة. انا عايز اعرف ايه الواقع هنا. نعم. مين يحل المشكله دي؟ مين مطلوب يحل المشكله؟ والده ولا عمه ولا خاله ولا المؤجر ولا الدوله؟ نسيب الدنيا كلها ونيجي على المؤجر، هو اللي يحل المشكله دي؟ لا هو اللي يحل المشكله دي. هو يعني هو حضرتك لما تبقى يعني مأجر شقه من 10 سنين ب 10 جنيه اللي هي تناسب دلوقتي 200 جنيه. تمام. ال 10 جنيه دي مش انا بدفعها، كانت من 10 سنين اللي هي اصلا كانت بتساوي 200 جنيه، اللي هي دلوقتي بقت 200 جنيه. بس الوضع كان في انخفاض شديد باستمرار، الوضع كان دايما في انخفاض، يعني 10 جنيه بعد هذه المده باستمرار عمال تنزل القيمه الايجاريه. ما هو معلش، انا لو الشقه بتساوي 20,000 جنيه من 10 سنين اللي هي دلوقتي ب 200,000 جنيه، فانا دفعت ال 10 جنيه اللي هي ساوت ال 200,000 جنيه دلوقتي. والله كلام محترم يا استاذ محمد، بالفعل فعلا هي نسبه تناسب يعني. فانا يعني طب نحسبها بورقه وقلم. اولا كلام حضرتك بشكرك. شكرا جزيلا يا استاذ محمد. يعني استاذ محمد قال نقطه مهمه جدا، ال 10 جنيه او اذا كانت الشقه من 10 ل 20 سنه قيمتها 20,000 جنيه. 20,000 جنيه هي النهارده 200,000 جنيه. تمام. فانا ذنبي ايه؟ اولا انا ذنبي ايه؟ ارد بعد اذن معاليك. اولا فرض الاستاذ محمد لما بيقول لو فرضا من 30 سنه 30 جنيه 100 جنيه فده فرض غير موجود، لا كانت الايجارات اقل من كده بالمراحل. طيب ناخد الاستاذ عبد الرؤوف من الاقصر. اهلا وسهلا سيد عبد الرؤوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. والله عايز اشارك برايي في موضوع اتفضل. والله هو دلوقتي الايجار القديم برضه ما يعني صاحب الملك لما يكون ايجاره 18 جنيه او 20 جنيه بالظبط، وهو اسمه صاحب ملك بالظبط اللي انا عليه في الوقت الحالي ما يرضيش حد طبعا. وفي نفس الوقت برضه القانون الجديد برضه ما يرضيش حد، لانه القانون الجديد انا اجر له 5 سنين او 9 سنين ويدفع ويصرف على الشقه وياخذ منه مقدم، وبعد 9 سنين يقول له الايجار بدل ما هو 500 جنيه هيبقى 1000 جنيه، بدل ما 1000 جنيه يبقى 2000 جنيه، تطلع وتدور لك على شقه تاني بره. فخير الامور الوسط. ايوه ليه ما يبقاش العقد صفه المتعاقدين على ان تزيد نسبه سنويه 1% 2% 3% باتفاق مع الطرفين تمام، زي ما الموظف بياخد علاوه دوريه تمام ح...
حياته يبقى متمشي مع الحياه. فعلا اشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الرؤوف من الاقصى اتصالك يعني على راسنا وعلى عيننا من فوق بأهل الأقصى وبرحب بيهم مرة تانية. أشكر شكرا جزيلا وكلامك يعني منطقي جدا الحقيقة. احنا ده الموجود فعلا. تعليق أستاذ محمد على يعني كلام أستاذ عبد الرؤوف والله كلام منصف ولا منصف جدا. تمام منصف جدا المستأجر. يا اما انا ازود 1% 2% يا استاذ يا استاذ الفاضل انا بدفع ايجار الشقة ب 800 جنيه خلافا المية الكهرباء. انت بتتكلم على كام؟ انت قلت لي شقة 63 متر وانت بدفع 800 جنيه وليكن 800 او 750 جنيه مقابل بدفع الميه والغاز والكهرباء. ده غير ال 850 جنيه. ده غير ال 850 جنيه. يعني دخلنا كده في 1000 جنيه. 1000 جنيه. 63 متر اصبحت ب 1000 جنيه. استاذ محمد استاذ محمد كان بيتصل دلوقتي الزرادي بيقول لا. يعني يعني 1200 جنيه اللي هو ال... اه تمام ال... ال... 200 جنيه اللي هتبقى من 1000 هيعمل ده احنا يعني انا عايز اوصل بس ملحوظه لحد الادنى للجمهور عايز اوصل ملحوظه بعد اذنك بعد اذنك يا ابراهيم لا الحل ده موضوع ثاني بس انا سعيد جدا بكلم استاذ عبد الرؤوف بيقول لا ده يرضي بالزبط. ولا ده ينفع يعني لا ينفع نسيبها للموضوع نعم. يبقى 18 جنيه و14 جنيه والكلام ده و10 جنيه و2 جنيه نعم. الشباب نعم. فريسة لاصحاب تمام. يعني نعم. الملاك نعم. والعقارات اللي هم ممكن يبقى الموضوع يا باشا مش فريسة احنا يا باشا بنتكلم في سعر السوق. يعني ايه سعر السوق؟ فضل. زي ده الطبيعي في كل المشتريات وكل البيوع في بيع العربيات وبيع الاراضي وبيع كذا. لان انا حضرتك لو انا كصاحب شقه ارتفعت في سعري في غيري انسان كويس وفي غيري رحيم وفي غيري متوسط فالطبيعي المستاجر يروح للشخص الثاني. يعني سيبها لسعر السوق يا استاذ رادي ده كلام يرضي؟ ما هو ما فيش بديل غير سعر السوق يا باشا. انا ما ده الطبيعي حاكم للقانون. يعني النهارده لما يحطوا المهندس شريف اسماعيل ويضع هذا القانون رفع الايجارات القديمه 24 ضعف مع ده ولا لا؟ لا طبعا لا انا معاه بالثلث لا طبعا معا... ليه اولا 24 ضعف يا استاذ ابراهيم يا استاذ ابراهيم الاستاذ راضي حاليا عنده عقار او يمتلك عقار تمام عاوز النهارده يجرب 20000 جنيه شهريا وبعد سنه هيكسب فيها 20000 جنيه يبيعه ب 400000 500000 اولا استاذ راضي اولا بعد او اي شخص اخر يعني هتصور انا الاستاذ راضي الغلبان مش لاقي انا عندي ايجار استاذ راضي معلش انا اسف مثلا حضرتك تمام ده انا بتكلم في قانون انا زي زيك مستاجر ماشي انا بتكلم في اللي هم اصحاب الاملاك تمام اصحاب الاملاك عاوز النهارده يبيع شقته 63 متر يبيعها بنص مليون جنيه تمام تمام انا اقدر اشتري بنص مليون جنيه لا انا اقدر اشتري بنص مليون جنيه تمام ما تقدرش طب انا عاوز استاجر عاوز اقعد بالايجار مش هشتري انا ما عنديش امكانيه اشتري شقه طب اقعد بالايجار ادفع 1000 جنيه طب نعمل ايجار انا عايز اوضح بس بالمناسبه قدامنا استاذ راضي لا لقانون يشرد الفقراء المستاجرين طبعا احنا مش فعلا هم فقراء ما شردهمش بس ما يدفعش ضريبه عدم التشريد المؤجرين نعم احنا مع هذا الامر بعد اذنك يا صبرين بعد اذنك نوضح ملحوظه وهي ان قيمه الشقه لم ترتفع ده قيمه الجنيه هي اللي انخفضت يعني بمعنى انت لو حسبت قيمه الشقه في الستينات وعملتها موازنه بسعر الذهب او بسعر اي اطعمه او من الاطعمه زي سعر اللحوم او خلافه أيوه. وشفت سعر الشقه دلوقتي وقارنتها بنفسها هتلاقي ان الشقه لم ترتفع سعرها كقيمه مشتريات هو كل ما في الموضوع ان القيمه الفعليه للجنيه المصري انخفض فسعر الشقه بيرتفع مش ارتفاع رقمي ولكن ليس ارتفاع حقيقي دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان حضرتك بنقول ان صاحب الشقه ده شاريها بكام وقتها شوف الايجار ايه قيمه الايجار ما طبيعي انك تاخد اي حاجه على مدار 15 سنه كلها من الثمانيه اضرب حضرتك مثلا نعم لا انسى احد اقاربي يعني بيقول والله انا كنت واخد شقه في مصر الجديده الكلام ده طبعا في الستينات يعني بيقول انا واخد شقه كانت تحديدا ب 18 جنيه نعم رحمه الله عليه يعني نعم تمام وكان انا يعني كان راتبي ساعتها 13 جنيه نعم واخد الايجار كام 18 جنيه نعم. وانا كان راتبي 13 جنيه نعم. يعني كان شغال يعني في شغل اضافي نعم. وحاجه زي كده نعم. لان كنت راسم للنهارده وعامل نعم. حسابي اليوم نعم. ده لما توفى لا تقل لما نعم. لما توفى 18 جنيه لما توفى كان مرتبه 5000 جنيه كان نفس الايجار 18 جنيه وهل ده يرضي ربنا بقى لا. وهل ده يرضي ربنا صاحب الملك ده بالله عليك ما تبصلوش بصه انسانيه ده احنا نبص له بصه حتى اقل من الانسانيه ده اصبح خلاص ما فيش اي نظره ليه ده الراجل ده بيموت بحسرته صاحب العين ده بيموت بحسرته محمد المتصل كان بيقول لحضراتكم لا طب ما هو ال 100 جنيه دي ساعتها كانت بتمثل كام يا استاذ ما هو قعد قد ايه يا باشا 18 جنيه 18 جنيه يا فندم ما هو ما خدهاش مده طويله الجنيه بيرتفع ما هي بدا بقى المرتب بتاع الراجل قريبك ده بدا من 13 جنيه مثلا يعني ل 15 ل 20 ل 50 ل 100 ل 150 فاصبح ال 18 جنيه في تناقص مستمر فبتفقد قيمتها لغايه دلوقتي حتى الان 18 جنيه انت عارف يا استاذ ابراهيم بعد اذنك اصحاب الاملاك
اتفضل يا فندم. اصحاب الاملاك بيكسل ياخد الايجار، بيكسل يروح يجيب ايجار اللي هو ليه لازم اصلا ايجار دلوقتي. طيب. لما اروح اجيب ايجار 20 جنيه في الشهر. تمام جميل. ما يجيبش بنزين عربيه. اتفضل اتفضل معانا الدكتور سيد علام استاذ القانون. اهلا وسهلا دكتور سيد. اهلا بك يا استاذ ابراهيم واهلا بالضيفين الكريمين واهلا بالبرنامج بتاعك الجميل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. وهادخل مداخله بس دقيقه. الو اتفضل يا فندم منورنا. بالنسبه للقانون القديم والقانون الجديد بخصوص الايجارات. اتفضل. انا العبره في المنفعه شرعا ان هي لابد ان تعادل او القيمه التي تدفع للمنفعه لابد ان تعادل قيمه المنفعه بالفعل. نعم. بالتالي عندما استنفع بشيء لابد ان انا ادفع ما يعادل هذا الانتفاع بهذا الشيء. تمام. فمن ثم لا نستطيع ان نؤيد القانون الجديد القديم لان القيمه الايجاريه وقت التعاقد كانت مناسبه. نعم. اما في الوضع الحالي فغير مناسبه. من ثم فلا يعقل ان واحد بيأجر شقه في المهندسين والزمالك بياخد بيدفع ليها ايجار 5 جنيه او 10 جنيه ونقول ان القيمه دي تعادل. هي كانت تعادل في الوقت اللي تعاقد فيه. نعم. ولكن الوقت الراهن لا تعادل، وبالتالي لابد ان تكون القيمه الايجاريه معادله للمنفعه التي يحصل عليها المستاجر. ده حتى. نعم. دي كناحيه شرعيه. تمام. وبالتالي. نعم. كناحيه قانونيه. نعم. واذا لابد ان توضع ضوابط معينه بحيث ان تكون المنفعه اللي بحصل عليها او القيمه اللي بدفعها تعادل المنفعه اللي بحصل عليها. نعم. وبالتالي لا نستطيع ان نؤيد القانون الجديد بكل ما فيه، بل لابد برضو من وضع ضوابط قانونية حتى لا يحدث استغلال من المالك. طيب. لأن دكتور 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 سيد. تعادل القيمة. دكتور سيد. بدفعها مع المنفعة اللي بحصل عليها، فلابد أن لا يحدث استغلال من الطرف الآخر، بمعنى ما يكونش شقة قيمتها تعادل 500 جنيه ونتيجة استغلال لحالات معينة ألاقي قيمتها ارتفعت لألف جنيه وألفين جنيه، لأن هنا القيمة اللي بحصل عليها هتكون أقل بكتير من اللي أنا بدفعه. وبالتالي أتمنى أن توضع ضوابط بحيث أن يكون هناك لجنة إيجارات زي ما كانت موجودة في القانون القديم. بس هي كانت لجنة دكتور سيد اللي جالسة وقع في غفلة وقع في استغلال، أن يلجأ لهذه اللجنة وتقدر له القيمة الإيجارية بحيث أن هذه القيمة تعادل المنفعة التي يحصل عليها. إذا نحن نريد أن يعدل القانون القديم بحيث أن المنفعة اللي بيحصل عليها المستأجر تعادل القيمة اللي هو بيدفعها للمالك، وفي نفس الوقت ما يكونش هناك استغلال من المالك أو هناك استغلال من المستأجر، لابد أن يكون هناك تعادل. تمام. إن إذا لم يوجد تعادل بين الطرفين أو بين تبادل المنفعة بين الطرفين فإنها نكون في حالة غبن أو في حالة استغلال. يعني. طيب. إذا لابد أن توضع الدولة ضوابط بحيث ان انا اصل في النهايه لا استغلال من المؤجر ولا استغلال من المستاجر، بحيث تكون ما ادفعه يعادل القيمه التي احصل عليها. دكتور سيد يجب ان يتدخل مجلس الاموال ويوضع ضوابط معينه للقانون الجديد حتى لا يحدث استغلال، ويقوم بتعديل القانون القديم حتى تعادل القيمه التي ادفعها تعادل المنفعه اللي بحصل عليها من الشقه المؤجره. وشكرا لبرنامجك الجميل. اشكرك دكتور سيد. تمام. علام استاذ القانون، شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا بهذه المداخله. الدكتور سيد طبعا كلامه طبعاً. الدكتور سيد كلامه ممتاز الحقيقه طبعا، ونشكره على الامر. وان كنت اختلف معه في نقطه واحده وهي مساله ان يجب ان يكون في القانون الجديد لجنه هي التي تقوم بتحديد القيمه الايجاريه. اولا تحديد القيمه الايجاريه سيحدث فيه اختلاف من كل افرادها موظفين عاديين. فشخص يجي يقول لك والله اللجنه دي تساوي الايجار كذا، والشخص الثاني يقول لك لا الايجار اقل من كذا، هيدخل فين ام التحايل وخلافه. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان مالك الشيء وحده دستوريا وشرعا يقصد باللجنه ان هي هتبقى عشان تمنع عشان تقدر تمنع عن الشخص المؤجر انه يقدر يستغل. انا استغل ملكي يا سيدي، مش هاجره، انا هطلب في القلم ده، انا القلم ده ببيعه بمليون جنيه. حضرتك عايز تشتري اهلا بيك، ما تشتريش ما تشتروش. القلم ده انا هاجره بنص مليون جنيه في الشهر، مش عايز تاخده سيبه. انا مالك الشيء وحده، لو حق استغلاله واستنفع بيه طبعاً. يعني مش عاجبك سيب حاجتك. لا طبعا انت باخد الشقه دي غصب عني. لا ده خلى سعادتك احنا النهارده مش عاجب حقك سيبني روح لغيري. ده خلى اقعد في الشارع، اقعد في اي مكان، امال تاخد حقي في البلد. روح للبلد مش ليا انا بقى كمؤجر، روح للبلد مش ليا انا. انا مش واحده اجتماعيه، انا شؤون اجتماعيه. تمام استاذ راضي. المؤجره الاجمالي الوحدات، اكد عمرو حجاز نائب رئيس جمعيه المضارين من قانون الايجار القديم، ان اجمالي الوحدات السكنيه المؤجره في مصر بقانون الايجار القديم تبلغ 5 ملايين وحده سكنيه، من بينها 2.4 مليون وحده و10 وحده. نعم. سكنيه
مأهولة بالسكان إلى جانب ما يزيد عن 2,000,000 وحدة سكنية مغلقة. ليه بقى؟ لدائرة قيمتها الإيجارية. نعم خايفين. لكن في المقابل لا مش خايفين. هل انت مع مش خايفين. اللي بيقولوا الصدراء دي لا ان طبعا. انت عاجبك الشقه عاجبك مش عاجبك مش عاجبك وقعد في الشارع رايك ازاي؟ اقعد في الشارع خدمت البلد وخدمت الوطن وقعد في الشارع ده حق. طيب اولا الحكومه كمان اتمنى في نهايه استاذ محمد اتفضل. استاذ محمد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك يا فندم. اهلا بيك اتفضل يا استاذ محمد. تحياتي للبرنامج ولكل الضيوف الموجودين عندك. نشكرك اهلا بيك. حضرتك انا معاك محمد من جنة. اهلا وسهلا. بخصوص القانون الايجار الجديد اتفضل. انا معلش يا حضرتك في جنة ايجار قديم. ايوه ايجار 6 جنيه كانت متأجره ايجار قديم من ايام جدي. مأجرها احنا حاليا قديم من ايام جدي. ايوه جدو جدك اللي مأجرها مش انت يعني. تمام. فجت المستأجره كان قاعد الراجل. ايوه قاعد بعد كده مراته برضه تبصت قاعده بنته والايجار 6 جنيه زي ما هو. طيب نعمل عقد جديد مش راضيه. لو ترفع الايجار برضه مش راضيه. طب يرضي مين ده حضرتك؟ يرضي مين؟ انت كفايه عليك كده يا استاذ محمد. صاحب يبدو انك صاحب ملك يا استاذ محمد. لا ده مستاجر. لا مستاجر. لا صاحب ملك. انا حضرتك دوق انا يعني جدي انا قاعد ايجار بره ب 700 جنيه. طيب ورث ورث ورثنا ده مش عارفين هو ما بيرفع الايجار شويه. انت رايك ايه يا استاذ محمد؟ رايي يتعدل القانون حضرتك ويرفعوا لنسبه الايجار. يعني بدل ما ب 6 جنيه و10 جنيه نخليه 20 جنيه. ايوه نخليه كام يا استاذ محمد؟ كام العظم حضرتك يعني؟ انت هتديك كام يا استاذ محمد؟ ثواني. انا يا باشا يرضيني زي ما انا بدفع اخد. طب يعني الشقه دي عايزه بتاخدها بكام مثلا؟ ال 6 جنيه تحب تزودها لك كام؟ رد عليا زودها لك كام؟ انا حضرتك انا ما بحبش ازود كام. انا يمشي قانون عادي على الكل. انا ليه لما بروح اتاجر استاذ محمد يبدو ان حضرتك مالك. استاذ محمد يبدو ان حضرتك مالك عقار. مالك للعقار. لا احنا مش مالك. انا هو مستاجر مالك. طيب يا استاذ محمد لكن كفايه عليك. لكن انت مش مع ال 6 جنيه. ال 6 جنيه شايف انه رقم ضئيل يعني مش كده ولا ايه يا باشا؟ معلش 6 جنيه مين؟ تمام ايه الحل حضرتك؟ يعني يرضي ربنا انا اكون متاجر ب 700 و800 جنيه اوضتين وهي قاعده متنعمه بعد ماشي نرفع الايجار شويه ما ينفعش. طيب معلش طيب نعمل العقد الجديد. تمام نعم ما ينفعش. طب ايه الحل حضرتك؟ أيوة يعني هو انا عايز اوضح لك بس معلومه يا استاذ محمد. انا اسف يا استاذ مستاجر. هو انت معاك لغايه الجيل الثاني يا استاذ محمد. يعني الجيل الثاني من وفاه الجيل الثاني بينتعد ايجار. فانت خلاص كده اصلا الجيل الاول انقرض والجيل الثاني خلاص توفى. تمام يعني إيه والدتها توفت وصبرنا ووالدتها توفت وهي قاعده لوحديها بنت. طب ايه الحل؟ احنا طبعا كصعايده ما ينفعش نبقى بنت. لا ترفع دعوه. لا سيبك موضوع الصعايده والعرف. احنا العرف قاعده البنت قاعده في شقه لوحديها. احنا بنتعامل على قانون ايجار. وما زالت البنت قاعده في شقه يا استاذ محمد. قاعده في الشقه لوحديها. طيب نرفع قيمه الايجار رافضه. نعم نعم هي لا يمتد ليها اصلا يا استاذ محمد. انت بتتعامل في القانون 49 سنه 77. اصل هو الجيل الثاني يعني احنا بنقول حد اقصى الجيل الاول اللي هو المستاجر اول. أيوة. ظل على قيد الحياه وتوفى والجيل الثاني توفى يجي بعد كده الجيل الثالث ما ياخدش. دي طبعا دي الميزه اللي هي وضعها القانون. الحفيده ما تقعدش. نعم لا طبعا طبعا ما الجيل الثاني خلاص. الجيل الثاني خلاص اذا يحكي لها قانونا طبعا يرفع دعوه الطرد طبعا فورا. الكلام واضح. اوعى تاخر يعني كده من حق ان ارفع قضيه واطردها. طبعا ارفع قضيه طبعا ما لم تكن في العقد الثاني مقيمه من تاريخ سنه قبل وفاتها. حتى يا باشا ده يعني والدها متوفى لي 10 سنين والدتها متوفى لي بتاع 8 سنين والايجار منعها من 76 واحنا 6 جنيه لدرجه ان احنا مش يا باشا مش بنروح ناخد 6 جنيه. 6 جنيه استاذ محمد ده انا عشان اروح لها 6 جنيه بدفع. استاذ محمد نعم نعم الاستاذ راضي بيقول لحضرتك ها البنت دي اللي قاعده في الشقه قبل وفاه جدها او والدتها بسنه او اكتر والدتها هي كانت حضرتك مقيمه مع والدها ووالدتها. جميل. الوالد والوالده توفاهم الله قاعده هي بقى لحد دلوقتي لانها كانت قاعده معاهم في اثناء وجودهم. بالظبط قاعده بشكل عرض ولا بشكل منتظم؟ منتظم بشكل منتظم. مشكله يا عمون برضو يعني عموما اشكرك يا استاذ محمد. تابعنا يعني من خلال شاشه التلفزيون وهيرد عليك الصوره دي. اتفضل يا فندم. احنا بنقول ان القانون هي قاعده مع والدتها. نعم بس انا عاوز استفيد بقى بوجود حضرتك نعم من الناحيه القانونيه.
الاستاذ محمد دلوقتي بيقول يعني في نقاط فنيه ووالدتها نعم في اثناء حياتهم توفاهم نعم الله وهي الحفيده المستاجر انا نعم المستاجر الاصلي ظل مقيما بالشقه وكان خاضع للقانون القديم لقانون 49 مثلا جميل ثم توفى هذا المستاجر تمام فجاء اولاده من بعدي ابنه جوز احد الاولاد تمام واقام بشكل دائم متصل جميل تمام حتى توفى الجيل الثاني اللي هو ايا كان اخر اولاده الاب والام ودلوقتي يبدا فيما بعد كده يجي بقى الجيل الثالث لا يجوز له الاقامه بالوحده السكنيه ده قانون يا استاذ نعم 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 الكلام ده اكيد اكيد يعني اذا هذه الحفيده اللي قاعده لوحدها ويعتبر جيل ثالث نعم يحق الاستاذ محمد ان يرفع كده في البعض طبعا في البعض بيجهل بعض بنود القانون بيرفع دعوى طرد تمام بيرفع طرد للغصب ليس لها الحق بانتهاء الجيل الثاني انها تقيم بالوحده السكنيه. طب هي لو قالت والله او هتقول برضه تقول كما تشاء بقى ما تقول طبعا انا ماليش دعوه وانا اقامه دائمه وانا مش عارف ايه وبقالي سنين واخد 6 جنيه وانا مقيمه اقامه دائمه وانا كنت كذا يا معالي الباشا كلمه تروح فين تاني بنت ولا ولد يا معالي الباشا تروح فين؟ تروح الدوله المسؤوله عن مثل هذه الامور مش المؤجل يعني هو حضرتك سايبين يعني هو طبعا هتروح فين؟ طب انا هتفق معاك هتعاطف مع هذه البنت تمام هتعاطف معاكم ما فيش مشكله طب ما نيجي نبص برضو لصاحب الشقه دي وصاحبه الشقه دي لو بنت هي كمان حلو. مش من حقها كفايه ان ابوها وامها فضلوا عايشين بياخد 6 جنيه تمام. مش عارف يجيب 8 كيلو لحمه تمام. وبعد السنين دي كلها في 2016 6 جنيه بتجيب شيبس لبنتها تفضل واحده قاعده ب 6 جنيه هو ده منطق يقول كده في ده انسانيه وفي يعني القانون القانون غير شرعي لا احنا هنتكلم كثيرا ما تاتي القوانين غير مطابقه في مصداق على غير شرعي يعني غير صالح غير شرعي يعني ايه يعني هنقول المنافع اولا هو هنتكلم في راي شرعي يقول المنافع لا تورث لو هنتكلم في الامور الشرعيه تمام باستدار ابو حنيفه هنيجي نقول لو المنفعه فردا ورثت يجب ان تورث بما يتناءم والعدل والمنطق تمام الامور الشرعيه كلها بتدور وجودا وعدم المصلحه العامه اي مصلحه عامه يقول ان انا اخد عربيتك دلوقتي ايجار ب 2 جنيه في اليوم بس هل ده منطق ممكن يتقال ويبقى يعني السؤال هناخد السؤال مع الحاله اللي قدامنا الاستاذ اللي قاعده والاستاذ طبعا محمد بن انا بيقول هذه البنت اصبحت حفيده هل يا ترى يطردها من الشقه تطرد ولا طبعا. تقعد وتقول انا اروح فين واروح لمين تروح ملجأ لكن بعيد عن المؤجل لكن ده سؤال بطرحه مع حضراتكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام والحقيقه يعني احنا نفسنا كنا في جدال حاله الاستاذ محمد اللي بيتصل من هنا بجدال مع البنت اللي قاعده وهي حفيده في الشقه ب 100 جنيه استاذ راضي استاذ محمد هل يا ترى تقعد في الشقه ولا يعمل دعوه طرد والبنت تروح فين الحقيقه احنا نفسنا محتارين في امر لا انا مش محتار انتوا والحاله محترين. دي بالمناسبه موجوده في المجتمع المصري كتير جدا منتشره نعم الحاله دي حلها ايه استاذ محمد رايك في هذا الموضوع تقعد ادفع عد بقى من جيبك هتلاقي شقه وقعدها يعني يضرب بقى صاحب الملك في عرضه ما دام انت قلبك قلب خصايه قعدها انت اتصرف انت انا ما عنديش املاك طبعا انا مش املاك عشان اقعد الناس يعني عشان اقعد المواطنين في رأفه في رحمه نعم دي بنت نعم هتخرج في الشارع تتطرد شوف الشارع يعني شايف ان حل الصراحه عشان بنت لو ولد انسان هي عشان بنت طب لو ولد وما يبلغش يشتغل ويجيب الولد ما يملكش 100 جنيه يعني. وشاب صغير عنده 13 14 سنه يقدر يشتغل طب انا ممكن بس صناعي او صار صنايعي اوضح لك استاذ محمد من الجيزه السلام عليكم ورحمه الله عارف اهلا وسهلا ازي حضرتك اهلا بيك اتفضل والله بالنسبه للايجار القديم او الجديد حضرتك بص المفروض يعني الايجار الجديد ماشي كويس بس المفروض يتحسب حسب المنطقه وحسب البيت مثلا ما بقاش عندي انا بيت بقاله مثلا 50 سنه مبني وما فيش مثلا غاز طبيعي وكده وصاحب البيت يقول انا هاجره لك مثلا الشقه وتون وصاله ب 600 جنيه و700 جنيه مع ان في برضه في قصاد منه عماره جديده فيها كل حاجه ولا مثلا 350 يعني ما في ايه المفروض وغير كده يا استاذ ابراهيم حضرتك السمسار نفسه طيب السمسار نفسه حضرتك هو السبب الايجار الغالي الجديد ده غالي عشان بسبب السمسار نفسه السمسار نفسه حضرتك بياخد يعني نسبه في الايجار شهر او ايه شهر من ده وشهر من ده حضرتك فهو هو السمسار نفسه هو السبب يعني في الايجار الغالي طيب وبر حضرتك المفروض يعني يبقى في مثلا الدوله يعني تظبط حاجه مثلا عش الايجار يتصل مثلا طيب استاذ محمد استاذ محمد لما وضع تصور من مجلس الوزراء وده هيمرر من خلال البرلمان في تصورين تصور الاول ان هو رفع الايجارات بقيمه 24 ضعف معاه ولا مش معاه ايوه معاه
والرأي الثاني زيادة بنسبة 270% في الفترة اللي سبقت 53 لمدة 10 سنوات، مع أي رأي فيهم؟ أو حضرتك الإيجار الجديد حضرتك عامة بيبقى مثلا الشقة مثلا ب 200 جنيه في الشهر مثلا، في أي. نسبة في نسبة في السنة بتتضاعف 2% 1% حسب الاتفاق مع صاحب البيت. بس المشكلة يا أستاذ إبراهيم حضرتك السمسار نفسه هو اللي بيه 200 جنيه صاحب البيت عايز يأجر شقة، السمسار هو اللي بيرفعها أصلا بيخليها مثلا 400 جنيه عشان ياخد هو شهر وشهر ويسيب ده، بعد كده المشكلة تبقى قايمة إيه بين صاحب البيت والمستأجر بسبب إيه رفع يعني رفع السمسار للإيجار المعين ده، وبين حضرتك وهو ياخد الشهر بتاعه ويمشي. بتحصل مشاكل كتير حضرتك فين يا فندم في النقطة دي بالذات. يا طيب. فندم يا فندم محمد يا فندم يا أستاذ محمد أيوه المكتب أو السمسار هو ذنبه إيه في رفع الأسعار؟ عشان النسبة حضرتك اللي بياخدها. طب النسبة هي شهر لو 500 جنيه هياخد 500 جنيه، لو 200 جنيه هياخد 200 جنيه. يعني حضرتك لو هو مثلا انا عندي مكتب انا راجل في اليوم انا راجل طب يعني شهره كام حضرتك؟ انا راجل شغلتي انا راجل على كده اصلا. استاذ محمد على فكره محمد الحمد لله واقف بيدافع على مكتب صاحب مكتب على الحمد لله انتوا كده واقفين مع بعض اهو دور هو بيقول لك ادفع مني وانت قلت طب ونعمل مع بعض طب بعد اذنك بعد اذنك محمد كمل رسالتك المفروض بقى ترحم الراجل نسمع الراجل نسمع الراجل استاذ محمد كمل رسالتك شايف الحل فين يا استاذ محمد؟ هو الحل حضرتك المفروض المكان يتأجر حسب حالته البيت نفسه. وبقى حضرتك قديم مثلا ما عدتش مثلا 350 جنيه جديدي فمثلا هي حسب المنطقه برضو طبعاً. المنطقه برضو ليها وضعها برضو يعني المنطقه حضرتك مثلا ايه بس مثلا في فيصل مثلا بكذا مثلا في منشيه البكاري مثلا بيبقى مثلا ايجارها مثلا اعلى من هرم. لا حضرتك يعني صاحب البيت ما يبصش للبيت نفسه، يبص للمنطقه اللي قاعد فيها والامكانيات اللي في البيت نفسه ويقيم الايجار بتاع الشقه بتاعته. مابقاش مثلا دور ارضي وشقه فيها رطوبه وكده يجي صاحبي يقول لك انا 400 جنيه في الشهر بناء عليها انا 400 جنيه في الشهر. والله ما دام صوتك يا استاذ محمد حقيقه، ويمكن الحي او المحافظه مسؤولين عن كل منطقه، حي كل منطقه مسؤول عن تسعيره، يبقى انا كمستاجر اروح اسال في الحي صح. اشوف اسعار الافريج بتاعي او المتوسط بتاع منطقه حي مثلا عين شمس، حي فيصل، حي الهرم، الاسعار بحيث ما يبقاش الموضوع عرضه للعرض والطلب والاستغلال اصحاب العقارات، مش كده ولا ايه؟ شكرا جزيلا استاذ انور، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم سريعا بعد اذنك. سيادتك انا عايز اتكلم بس ليا تعليق بسيط على الـ على الـ على المكالمه على التليفون على قانون الايجار يعني. اتفضل يا فندم اتفضل. يعني هو قانون الايجار يعني الناس المظلومه اللي ايجارها 10 جنيه و20 جنيه والناس اتظلمت، هو في موظف المرتب بتاعه لسه 20 جنيه لغايه دلوقتي؟ لا طبعا. مش معنى بقى صاحب مش معنى صاحب العقار بالزبط. صاحب العقار كان معاه 10,000 جنيه وبنى عماره نعم. من 50 سنه واجرها بتجيب له 50 جنيه كل منهم. ايوه. ال 50 جنيه هتاكله لغايه دلوقتي. مظبوط. والسكان اللي ساكنه دي الدخل بتاعهم زي ما هو؟ ده يروح يجيب بقى علبه سجاير تكفيه بس. طب ما انت ما انا بقول لحضرتك بالظبط ما هو يعني خد امتى العقار؟ ما خد امتى العقار من ساعه بالدار لحد الان ايجارات يعني خد امتى اللي صرفوا عليها؟ ما هو مفيش برضه يا استاذ انور يس. ايوه دي هو مين راتبه النهارده يا موظف حكومه 3000 جنيه او 4000 جنيه يا استاذ محمد؟ استاذ انور انا بقول لحضرتك يعني النهارده لما يبقى موظف واخد شقه ب 10 جنيه راتبه ايه الموظف النهارده يعني؟ ها؟ راتب الموظف ده ايه النهارده؟ احنا بنقول 2000 مثلا. لا هو استاذ انور بيتكلم مظبوط، ايام ما كان ايجاره مثلا يا فندم انا معايا استاذ انور الموظف ده يا فندم النهارده على المعاش تمام؟ خد الشقه بال 20 جنيه اللي ساعتها بتتكلم عليها طلع معاش، اليس من حقه كبني ادم يعيش بكرامه الفتره اللي جايه؟ ما انا بقول على حساب يعني صاحب العقار ده معاه 10,000 جنيه وبنى بيهم عماره بتدي له 50 جنيه في الشهر. انا فاهمك استاذ انور حضرتك معايا يفضل على 50 جنيه في الوقت اللي لا طبعا اللي الرغيف بقى بجنيه بالضبط. طيب استاذ انور نعم سامعني؟ ايوه حضرتك راجل موظف؟ لا انا مش موظف انا عمال حر. عشان كده بقى راجل اعمال يعني. لا طبعا لا مش موظف ويمكن صاحب عقارات. طيب اسمح لي اسالك يا سؤال بمنتهى الصراحه. انا مش صاحب عقارات. انا سعادتك انا قدامي حاله احد الموظفين تمام؟ كان بياخد من شغله 3000 جنيه. طلع معاش بياخد 900 جنيه. عايش ايجار
ب 24 جنيه ينطرد ويمشي ولا يعيش والدنيا ونقول الايام اللي فاتت يعني ولا ايه ولا يمشي خلاص يمشي هو ده موظف يا استاذ انور اللي حضرتك بتتكلم عليه نعم اسمع مني دي والله اتفضل ده مسؤوليه الحكومه الحكومه بالزبط. المفروض لما يبقى مع موظف ياخد 3000 جنيه وهو لسه عنده 40 سنه ولا 45 سنه ولا كده واخد بال حضرتك لما يبقى عنده 60 و70 سنه بقى نعم. المفروض ياخدهم خمسه صح. المفروض بس ده مش بيحصل احنا مالناش دعوه هو وهو حكومته طيب. هو وحكومته احنا معاه انت وصلت للحل اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ انور المفروض بس طبعا ده مش بيحصل يا استاذ انور والمفروض ده سعادتك انا قدامي حاله نعم. كده كان بياخد 3000 جنيه في شغله يا استاذ بالظبط استاذ محمد بالزبط. وصل طبعا عارف قانون المعاشات المعاش طلع معاش ب 900 جنيه يعمل ايه بالظبط بس هل النهارده نعم. نرفع الاضعاف ويدفع 1000 جنيه سعادته تمام. وهو واخد 900 جنيه بعد اذن معاك عايز ولا يعمل ايه عشان نرضي الطرفين انا عاوز كلام سريع لحضرتك جمله اعتراضيه بس بعد اذن معاك شوف لما الاستاذ محمد اللي من الجيزه اتكلم اسمه محمد قال له السمسار بياخد في الشهر والكلام ده وكده المفروض السمسار حرام وما ياخدوش هو اول حاجه عمل ايه تبان قال لك طب وانا عايش منين انا بقى هقول لك كلمه انا هقول لك كلمه